من ناحية تانية المرشح بقى الجمهوري دونالد ترامب قال بأنه يقدر الرئيس السيسي والشعب المصري. ولازم لما نتكلم على دونالد ترامب نفتكر آخر يعني مرة كان تحدث فيها، أو كانت المرة الوحيدة اللي تحدث فيها دونالد ترامب بشكل رئيسي على يعني برنامجه وما ينوي فعله إذا ما تم انتخابه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف الخارجي. وخلال يعني حديثه لناخبيه تحدث بشكل موسع عن الرئيس السيسي وعن دور مصر أيضا. أكد بأنه وده كلام دونالد ترامب، بأنه ما قام به كان دفاعا عن بلادهم بما حقق مصلحة للعالم بأكمله. وعبر أيضا عن دعمه الكامل لوجود مصر في مكافحة الإرهاب. أكد بأن الولايات المتحدة ستكون تحت إدارته حال فوزه في الانتخابات الرئاسية صديقا وحليفا قويا يمكن لمصر الاعتماد عليه خلال السنوات القادمة. أوضح ترامب بأن مصر والولايات المتحدة لديهما عدو مشترك، وأكد على أهمية العمل معا من أجل التغلب على التطرف والإرهاب.